ولا أن ينفعنا وإياكم والقائل بها وصل اللهم وسلم عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أحبابي في الله، إخواني في الله، ما أجمل أن نجتمع من أجل أن نتذاكر، فلعلنا أن نخرج من هذا المجلس بذنب مغفور وعيب مستور. والله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، نجلس على مائدة فيها ذكر الله، وما أجمل ذكر الله. وكم من إنسان الآن يعصي الله جل وعلا، وكم من اجتماعات يبارز الله جل وعلا فيها بالمعاصي. فيا أحبابي وإخواني في الله، منا من الله جل وعلا أن يصطفيكم وأن يصطفينا من أجل أن نجتمع في هذا المكان لنعلي ذكر الله جل وعلا في هذا المكان. فيا له من شرف ويا له من خير أنعم الله جل وعلا به علينا. قصة اللحظات، وما هي تلك اللحظات؟ وما أعظم تلك اللحظات؟ لحظات كثيرة، لحظات متفرقة، سنغوص نحن وإياكم في لججها، نستخرج منها بعض الفوائد، لعلنا أن نخرج من هذا المجلس وقد تغيرت أحوالنا وتبدلت أمورنا مع ربنا وعلاقتنا بالله جل وعلا. كنت أقلب في صفحات الإنترنت فوقعت على قصة عظيمة، اقشعر منها بدني وتحرك لها قلبي، وتخيلت فيها أني المقصود وأني بطل هذه القصة. فإليكم يا إخواني أزف إليكم هذه القصة. أحبابي في الله، إخواني في الله، دقائق هي دقائق، أرجو منكم أن تغلقوا كل باب من أبواب الدنيا، وأن تجعلوا قلوبكم وأسماعكم معي للحظات، لعلنا أن نستفيد أو أن يعلم الله جل وعلا منا إحساسنا بضعفنا وتقصيرنا، فيعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا وهو أرحم الراحمين. تخيل أنك تجلس بين أهلك وبين أصحابك وبين أحبابك وبين إخوانك، ضحك، ابتسامات، طرائف، بينما أنت مع أهلك وإخوانك، لحظة ينشف فيها ريقك، ثم يشخص بصرك، ثم بدأ العرق يسيل على جبينك، تنظر عن يمينك وعن شمالك وتراهم يضحكون ويتسامرون ويبتسمون، وأنت في تلك اللحظات العظيمة، اللحظات الأخيرة، تعاني أمرا عظيما. وقتها تحس أنك في حقيقة تتمنى أنها لو لم تكن تلك اللحظة، تلك الدقائق، أنت بين مصدق ومكذب. يا ترى هل أنا في سكرات الموت؟ هل أنا في سكرات الموت؟ تتمنى أنك لو كنت في حلم، وأنك ستستيقظ بعد لحظات، بعد ثواني أو دقائق،
لكنها الحقيقة، لكنها الحقيقة التي لا مناص منها ولا مهرب. تلتفت إلى أبيك وإلى أمك وإلى أخوانك وأخواتك، ترجو منهم أن ينقذوك مما أنت عليه، ترجو أنك ترجع للحظات فتعيد مع الله جل وعلا حساباتك. في تلك اللحظات ملك الموت يقرب منك خطوات، وأنت أيضا في تلك الحال تتذكر ويعود إلى بصرك شريط الحياة يوم كنت صغيرا حتى كبرت. كل معصية، كل ذنب، كل تقصير يمر أمام عينيك الآن وتتمنى وترجو أنك تعود فتتوب إلى الله جل وعلا، ولكن لا مناص ولا مهرب ولا مخرج من تلك اللحظات. يا إخواني، يا أخواني، يا إخواني في الله، يا أحبابي في الله، تخيلوا أننا كلنا نعيش تلك اللحظة. يقول الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والله العظيم كل واحد منا في هذا المجلس سيعيش هذه اللحظات. لا تقل ما زلت في شبابي، والله إني رأيت شباب في أعمار الزهور أمام عيني وملك الموت يقبض أرواحهم. والله ثم الله ثم الله، إن لم تستعد لذلك الموت وتجتهد بأن يكون الختام على ما يحبه الله ويرضاه، ليأتيك الموت وأنت على غفلتك. أعود وأقول في تلك اللحظات ترجع ويرجع إليك شريط الذكريات، فتذكر يوم أن خلوت وأنت تقلب صفحات الإنترنت ما بين صورة عارية وما بين لقطات ساخنة، وتتمنى أنك لو لم تصنعها تعود بك الذكريات، فترجع إلى الصلوات التي فرطت فيها، إلى الصلوات التي أخرتها، إلى الصلوات التي نسيتها وما نساها الله جل وعلا. في تلك اللحظات ترجع ويرجع شريط الذكريات إلى يوم أن أمرك الله جل وعلا بطاعة فقصرت وأخرت وتركت وأهملت. يومها تلك اللحظات هي إما لحظات السعادة وبداية السعادة التي لا تنتهي، أو بداية التعاسة التي لا تنتهي. كل سعادة عند جهنم والله إنها ليست بسعادة، حتى أنه يؤتى بأسعد أهل الأرض فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له: هل رأيت سعادة قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت سعادة قط. حبيبي في الله، أخي في الله، هذه اللحظات أيضا يسبقها لحظات، هذه اللحظات تسبقها لحظات. اللحظات هي حياتك، هي الطاعة. تذكر أخي وحبيبي في الله أنك لما تريد أن تقوم أن تصلي في جوف الليل ولا يراك أحد إلا الواحد الأحد، وأنت بين يدي الله جل وعلا تنظر إلى الفراش وتنظر إلى النوم، والقلب والروح والنفس تهفو إلى أن تنام، لكنك تتذكر أن الحياة هي لحظات، فتقوم بين يدي الله جل وعلا تسأله أن يغفر لك وأن يرحمك وأن يمن عليك بفضله. هذه اللحظات تنقضي وتنتهي، ويأتي بعدها النعيم، تأتي بعدها السعادة. الصيام، صيام في الأيام الحارة شديدة الحرارة، لما تترك الطعام والشراب من أجل الله جل وعلا هي سعادة.
هي لحظات، هي دقائق، لكنك حينما تتذكر أن بعد هذه الدقائق وبعد هذه اللحظات وبعد هذه الساعات رضا رب العالمين وجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حينها تسعد وتتلذذ وتشعر بسعادة حينما تصبر على هذه اللحظات. تلك اللحظات التي من أجلها تنفق ما في جيبك.